بصي مش راضي يتفتح فمش لازم اكل بيه. انت شايفه شكله عامل ازاي؟ اقولك حماوه بقى. انت بتهزري؟ اللي بتدي طعم الفليفر بتاعها. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو النهارده انا مش بخير خالص. انتوا شفتوا الفيديو بتاعي لما كنت عامله التحدي ده وان انا اكلت النودلز دي. النودلز الكوري اللي هي السبايسي اللي هي اتنين اللي هي ضرب في اتنين. فدي انا كنت جربتها وخدت الصدمه لوحدي. فكان لازم حد غريب ياخد الصدمه. كان نفسي قوي حد يبقى معايا في التحدي ده فقررت ان انا اجيبها. طبعا روحوا شوفوا الفيديو بتاعي وهتشوفوا بقى صدمتي وانا الرياكشن وانا اول ما دقته كده. فالنهارده هتشوفوا بقى الرياكشن. احنا عملناه اهو بس لسه هنحط عليه البتاع. قد ايه؟ ممكن نحط النص بس كله. نص كله نص. فاعملوا لايك واعملوا شير واعملوا سبسكرايب وانا اللي هحط ده. يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا نحط بصي مش راضي يتفتح فمش لازم اكل بيه. انت شايفه شكله عامل ازاي؟ انت شايفين شكله؟ ما انا بتاعي مش راضي يتفتح. هفتحهولك يا ماما. لا بصي هو مش راضي. لا وجاي سايح من الحر فنزل نزل على طول. حطي انا حطيت كله خلاص. ايوه ايوه يا راي انت. ايوه وتزوقي كمان سلام على النبي. ايوه ايوه والله ما في يعني النقطه دي اللي فيها. اه معلش قلبي كويس. بصوا عامل ازاي. انا انت خدت بالك في الشوكه اصلا اللي طلعت؟ انا خدت الصدمه بجد قبل كده. ان هو طعمه مش هيطلع حلو. على فكره طعمه حلو جدا بس انت مش هتحسي بطعمه اصلا من كتر الشطه. امال ليه شم ريحه وحشه؟ لا والله طعمه حلو جدا. ده هتحسي ان النودلز اللي عندنا ولا حاجه. هي ماما كده وهوبا. انا عايزه اشوفك انت الاول وانت بتهبي. لا افتحيها كده. افتحيها كده لو سمحتي. افتحي. هتفضلي تقعدي تلفي طول اليوم. والله هتقعدي تلفي طول اليوم. يلا بسم الله. سامي استنى حضرتك شوف النبي ولا هيحصل لك حاجه عندنا. مش حرق قوي على فكره خالص. يلا بينا اهو كده. مش حراق والسمسم طلع جميل. مش حراق يا نهار اسود. احنا بقى ايه يعني حراق يعني بس مش قوي. جيجي جي زغطة وانت لسه جاتي. ما كانش بيجيلي زغطة. زغطة مش شطة. اتريقت على اخويا بقى يجيلي. انا مش شايفة. شايفاكي وحشة ما شاء الله. لا لا وانا اللي وانا اللي فاكراكي مش هتقدري. المهم احنا ما عملناش. اللي هيخسر هيعمل ايه؟ هيغني؟ هيمتى الناس؟ لا لا انت قعدتي تقفولي قوي على فكره. هو حراق اه بس مش زي ما هي قالت يعني. والعصير طلعت انا مركزه يا جماعه. اه انت هتسيبيني اقعد ارغي وتاكلي انت. انا مناخيري بدات تسيب. ده انت خلصتي نص الطبق. في ايه؟ عشان بقولي دخلتي بوشك جوه الطبق. حاسه ان الشطه بتطلع كده ما بتنزلش كده. طب هعمل ايه؟ مش دعوه بيا. ما تشغلينيش عشان تقعدي انت تاكلي وانا اقعد ارغي وتكسبي. خدي نفسك طيب بدل ما يغمى عليكي. انا في بيتنا لما يغمى عليا هيلحقوني. انت لو غمت يغمى عليكي هرميكي من البلكونه. مش قادره احدد. عايزه نفر. مش سبايسي اوفر؟ سبايسي بس مش للدرجه دي. انا قلت مش هقدر. انا معرفش ان انت ليكي في السبايسي. انا قلت هتموتي فيها. انت بتخبطيني ليه عشان توقعيها لي؟ انت بتقولي في ايه لمين؟ انا خدت بالي من كلمه في ايه اتقالت كده. انت خلصتي؟
انت بتهزري؟ يا رب تشرب. ايه ده بيطرطش على وشي؟ هو هيجي في عينك. يا لهوي انا مش حاطه ماسكارا وتر بروف. هلمع وكده حتى تبقي مسحت. اه قومي بصي في المرايه بسرعه. بسرعه كده. هقول لك بعد ما اخلص، هقول لك السر بعد ما اخلص. بجد والله هقول لك والله السر بعد ما اخلص. طب خلاص قولي لي، ما انت خلصتي لسه. خلاص يعني مستسلمش ولا ايه؟ لا عمري ما هلحق اجيبك يعني. بموت اقسم بالله. ها ازاي؟ لا هقول لك ما اتخانق. مش داخله تحدي، انا جايه قاعده عرب كده. انا جايه معاها عشان وحشتني. عايزه اقول لك الصوت كله نازل. حاسه انا حاسه انه لان لا هوي وروش بقى وبهدله. طب اجيب الفراخير اللي في الاخر دول ازاي؟ والشوكه بقى. انتوا كسفين كله هنا. ما هكذب، ما بتجيبني معاه عشان تكسبني. في واحده وقعت. يا لهوي الفستان اللي كنت انزل بيه. كويس ان انا في بيتنا عشان اغير دلوقتي. الكوبايه يا بنتي ما انا اكلتها قبل كده مرتين فتعودت. هاتي الميه. لا انت خلصتي بسرعه، ازاي اسرع مني؟ عشان ما كنتش بنبخ، كنت ببلعها. تنزل علي وزع على طول. اصل انا اتفضحت على قناتي، كل شويه اقعد ارغي واسيب اللي معايا يكسب. لا قلت افوق لهم بقى عشان يعرفوا مين مها. اه فضحتي. لا ما انت كسبتيني قبل كده بس بمزاجي مره، اللي هو ونهى كسبتني وميار وضعت كده. اللي هو لا بقى هوريكم، اللي هو انا بتدلع بس يوم كده احط في دماغي الموضوع. عشان انا صغنونه ومش باكل كتير. مجهزه لك مفاجاه بقى عشان تغني. عايزه نف والله. بس جبت المايك. مايك ايه؟ ما لحقتش اكل حاجه، دي خلصت وانا لسه. بصوا حبيت اوريهم ان انا لما ابقى عايزه اكسب بعرف اكسب. فينا نغني لعكوب؟ لا مش هغني. نغني لنا ايه؟ انا عندي برد. انا عندي برد فعلا. نغني لنا ايه؟ بغنيش. هنغني. ده انا اربع سنين في الكليه ما غنيتش. هاجي اغني لك انت ليه ان شاء الله؟ انا قلت لك جبتي المايه. يلا عشان يتنفذ يا عسليه. المنى صوته عالي قوي. استنى اوطي. هنشز اكيد. ده قال لك انك يعني تامر حسني هتطلعي تغني عادي اللي هنشز اكيد. غني بقى. استنى احسن ابويا يطلع يترد احنا الاثنين. الله الله. اغني اقول ايه؟ اغني لي عايم في بحر الغد. فانا اشرب الحاجة حسني. ادم ماما ماما يخرج يطلب احنا الاثنين دلوقتي. اغني لك حماوة بقى. دلوقتي 7 الصبح. وماما هيخرج بيطردنا كلنا دلوقتي ان شاء الله. ما كنتش معاك يا اساسا. علا علا الموضوع انا الصراحه مش عايزه اخلص الفيديو وفسدت عيني الحمد لله يا رب. خلاص بقى عارفه العين الرزق اللي ما بيصدق يمسك. يا جماعه هو بصوا يعني انا اصلا جبت واحد زي ده بس ما كانش بيعمل اصوات كده والله بجد، وكان ب 500 جنيه. عارفه ده كام؟ ب 200 جنيه. ب 120 جنيه. عارفه عارفه فرشة الحاج محمد. كده ما تنسوش تعجبكم الفيديو، تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا في القناه بتاعتنا كمان.
مش تفكر كان احنا عايزين كمان يمين امين محطه فلاح.